نصل إلى أحلامنا إلى طموحنا بلا ملل. جميلة قلوبنا رغم صعاب الزمان، تنبض بالحنان لتحمينا وتقودنا إلى بر الأمان. هيا هيا لنحلق في القمم ونشحذ الهمم، نتعلم الحكم. نتعلم ونهجو ثقافات الأمم. مسافات مسافات نقطعها إلى أسرار الحياة. أغلب الأعمال والمسلسلات التاريخية الإيرانية اللي تتحدث عن قصص الأنبياء وأمة أهل البيت، كل هاي الأعمال يتم تصويرها بداخل هذه المدينة، مدينة غزال السينمائية. مع الوقت تطور المسرح وكان للعهد الصفوي التأثير الأكبر على تطويره من خلال تركيزهم على مضامين ما يعرض مثل واقعة الطف. ومن أشهر أعمال السيد محمود فرشتيان، واللي أعتقد هاي المعلومة مو الكل يعرفها، أنه هو اللي صمم الزغارف والنقوش اللي تزين ضريح الإمام الحسين عليه السلام كربلاء المقدسة. هيا هيا. الآلات الموسيقية بإيران موجودة من الألفية الخامسة قبل الميلاد بأنواعها المتعددة، سواء كانت وترية أو حتى إيقاعية. أبرز دليل على قدم صناعة السجاد الإيراني هو وجود هاي السجادة، سجادة بازاري. بهاي الطريقة يوصف الإيرانيون أصفهان واللي هي عاصمة العالم بالأعمال اليدوية. سئل أحد السياح الأجانب القادمين إلى إيران كيف رأيت الفن في إيران؟ فكانت إجابته بأن شوارع طهران عبارة عن متاحف وجدرانهم عبارة عن معارض، بإشارة إلى تنوع الأعمال الفنية واللوحات الجدارية على المباني في إيران ككل، وهو بذلك اختصر البعض من الكثير من الذي تمتلكه بلاد فارس من إرث فني. فلكل حقبة تاريخية بهذا البلد تركت أثرها فيه، سواء كان نحتاً أو رسماً، آلة موسيقية أو سجادة، وهو إرث لم يكن يوماً شفهياً لينقل، بل بشواهد فنية ما زالت ماثلة بأثرها حتى يومنا هذا. ما ادوات خوبی داریم توی سینمای ایران و تقریبا بروزترین دوربین ها و وسایل فیلم برداری رو داریم.
التصوير اللي يستخدموه بالمسلسلات والأفلام. اللي دا نشوفه هو عبارة عن دربونة وباب بيت، كل تفاصيله توحي انه هو هذا المكان هو مكان حقيقي، بس لما راح ندخل جوه راح نكتشف انه المكان هو فارغ ما بي اي شيء. شهرک غزالی از این بابت خیلی مهمه برای سینمای ایران که اولین شهرکی بود که مثلا چینچیتا در ایتالیا ساخته شد، که تهران قدیمی که لوکیشن‌ها از دست رفته بود و اونا اومدن بازسازی کردن لاله‌زار و تونستن اون سریال اونجا بسازن. از اون به بعد چون لوکیشن بزرگی بود خیلی از فیلم‌ها و سریال‌ها می اومدن در واقع لوکیشنشون اونجا می‌ساختن که بعدتر فیلمسازای دیگه و فیلم‌های سینمایی دیگه و سریال‌های دیگه بتونن بیان از اون استفاده کنه و اون لوکیشن ها تخریب نمیشد و این خیلی چیز مهمیه برای سینما، استفاده مجدد از یه لوکیشن، چون هر ساخت هر لوکیشن هزینه هنگفتی داره. اليوم هذه المدينه هي اكبر واهم مدينه للتصوير مسلسلات وافلام ايران. هذه المدينة واللي هو السوق. احنا حاليا موجودين بواحد من مواقع التصوير اللي هو بمدينه غزالي السينمائيه، اللي يصورون واحده من المسلسلات اللي المفترض انه تكون وقت عرضها قريب. طبعا كلش صعب انه نصور او ندخل الكواليس، سمحونا باشياء كلش بسيطه، قدرنا نصور طريقه تعاملهم الممثلين الستاف كله بشكل عام وطريقه عملهم. از نظر من سینما ایران هم از سینمای ترکیه قوی تره، هم از سینمای اعراب در منطقه از نظر فکری، اما اون چیزی که باعث شد که ما عقب بیفتیم مسئله بودجه های وحشتناک زیادیه که ترک‌ها به سریالاشون اختصاص دادن و خب خلیج و کشورهای خلیج هم خیلی پول دارن و در واقع پول زیادی رو خرج کردن. یکی از مشکلات مسئله مالیه، یه مسئله دیگه هم مسئله اینه که ما نمیتونیم، خیلی دستمون باز نیستش برای اینکه بتونیم همه چیز رو نشون بدیم. ما تنها کشور مسلمان جهان هستیم که باید همه قوانین اسلام رو توی ساخت فیلم رعایت کنه و این خودش مخاطب رو خیلی خیلی کم میکنه. راجع به تاریخ تئاتر توی ایران، خب خیلی برمیگرده به چندین قرن قبل. ما توی افسانه های کهن ایرانی مراسم و آیین هایی رو داریم که انگار در واقع شقی از تئاتر بوده که معروف ترینشون سووشون بوده. البته مردم ایران به لحاظ فرهنگی با عرصه تئاتر و نمایش عجین بودن. ما در گذشته خودمون تئاتری رو داشتیم به نام تئاتر روحوزی یا خیمه شب بازی
اینها توی تاریخ ایران هست. يقال انه المسرح ادى الايرانيين بدويه بدايه الحضارات. اللي اكد هذا الشيء وجود النقوش والرسوم التاريخيه الموجوده وحركات مسرحيه من بعض الشخصيات يؤدون هاي الحركات اثناء مرور المواكب الملكيه. مع الوقت تطور المسرح وكان للعهد الصفوي التاثير الاكبر على تطويره من خلال تركيزهم على مضامين ما يعرض مثل واقعه الطب. عند دخول الاسلام تعرفوا الايرانيين على مسارح متنوعه اللي تستمد مضامينها من الادب الشعبي والحكايات الشعبيه والاساطير. دائما كانت العروض المسرحية تكون بالهواء الطلق حتى يسمحون لكل الناس تشوف هاي العروض. ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا ما زالت العديد من العروض المسرحية تقام بذات المكان وأمام الجمهور بوسط شارع يعد من أكثر شوارع العاصمة الإيرانية ازدحاماً حيث يقع مسرح المدينة. دون أسيجة أو قوارب کشورهای منطقه.
هنا طبعاً دي نشوف هاي بروب وذول اللعابات هم يمثلون هنا القومية العربية. شلونك؟ زين. تعرف عربي؟ إيه. هذا أعتقد هم لابسة زي العربي مثل ما نشوفها. مرحبا. مرحبا. أنت شنو الشخصية اللي هسه أنت بيها؟ عجوزة. عجوزة. هنا أنا الشخصية هي عجوزة. من أي منطقة؟ من أبدان. من منطقة عبدان؟ نعم. هاي من منطقة عبدان. هنا أنا طبعاً بعد شوية راح يكون عندهم العرض. وأنت مرحبا. عليكم السلام. عليكم السلام. تعرف عربي صح؟ إيه شوية. اسمك كشتي بالمسرحية؟ إيه. طبعاً وهاي هنا نشوف هسه هذا الحجي. مرحبا. تعرف عربي؟ شوية. شوي. شنو الشخصية راح تمثلها بالمسرحية؟ شيخ أدهم. شيخ أدهم بالمسرحية هم راح يكون ويانا. وبعد هاي الطفلة مرحبا. ما تعرف عربي؟ ما تعرف عربي؟ الآلات الموسيقية بإيران موجودة من الألفية الخامسة قبل الميلاد بأنواعها المتعددة سواء كانت وترية أو حتى إيقاعية. إحنا حالياً موجودين بوحدة من الورش اللي تصنع أنواع متعددة من هذه الآلات. طبعاً تحتاج مهارات معينة دنشوفها، المهارات اللي يحتاجها ضرورة تكون دقيقة بسبب التفاصيل اللي تحتاجها كل آلة من هذه الآلات اللي تصنعها بهذه الورشة. بالإضافة ذني الآلات اللي موجودة، المكائن، الأدوات، كل هذه الأمور مهمة. فند سیامک قلمی هستم، تولد 1360 هجری شمسی از گلپایگان. از کودکی نزد پدر ساخت ساز رو یاد گرفتم. پژوهشکده هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی هستم. بعد از اونها هم در کارگاه شخصی مشغول ساخت سازهای تار، رباب و قیچک هستم. پدرم سازنده بسیار حرفه‌ای این ساز بود. من از کودکی علاقه‌مند به هم نواختن و ساختن تار بودم. بعدها پدر هم شروع به ساخت رباب کرد که به دنبال اون من هم ساختش را یاد گرفتم. الان هم کار میکنم. به علت این ساز هم مثل رباب چون سازنده خیلی محدودی داره، اون هم من در کنار قیچک کار میکنم. اما علاقه من به ساز تاره. الموضوع الأهم اللي كل العالم يستخدمه هو نوع الخشب، خشب القيقب. لكن هنا بإيران تحديداً يحتاجون خشب التوت. ليش خشب التوت؟ لأنه خشب التوت يصدر نوع معين من اللحن أو صوت معين الإيرانيين يفضلوه عن خشب القيقب اللي هو يعتبر الأفضل بالعالم. بعض الأحيان يستخدمون خشب الجوز. چوب درخت توت متداول ترین بو برای ساخت ساز در ایران. گردو هم استفاده میشه، اما خب توت بیشتره. اون توت در قدیم هم از چوب توت استفاده میکردن به این دلیل که این درخت در ایران بسیار فراوانی داره و هم ارزون بود. بعد از قدیم که استفاده میکردن عادت شده تا به امروز میشه موسیقی عادت کرده به لحن چوب توت و امروز هم از این چوب استفاده میشه. اما میدانیم که بهای دیگر مثل چوب درخت افرا به مراتب بهتر از درخت چوب درخت توته. اما خب عادته باعث شده که ما از چوب توت استفاده بکنیم. الالات هنا اللي صنعوها هي متنوعة اللي هي قيچق وسهتار تار وآلة ثانية أنا ما راح أقدر أقول اسمها. ممكن هسه لما نحكي ويا الأستاذ هو راح يحكي لنا عن كل آلة شلون يقدر يصنعها أو شلون ممكن يعني يحتاج وقت حدد تقريبا من شهر لشهر ونص كل آلة من هذه الآلات تحتاج هذا الوقت كأقصى حد حتى يقدر يكملها. مدارين كارغا سازهای تار، قیچک، رباب شخصا خودم میسازم. به 1360 ساخته میشه. حد اکثرم ماهی یک عدد در یک دستگاه ساز در توانم بیشتر از این هست.
راپورت میشه مثلا مسئولین کشوری به عنوان مثال استاد فرشیان خب الان ایران زندگی نمیکنه، تقریبا 40 سالی هستش که نیست تو ایران، ولی تقریبا از سال 1380 موزه ای رو به نام موزه استاد فرشیان با حمایتش کردن و خب این آثار باید موندگار میشد تو کشور ما. ولی حمایت میشه، یعنی هكذا فن بحجم فن المنمنمات يتم تدريسه بالجامعات؟ در ایران بله تدریس میشه، نقاشی ایرانی تدریس میشه و دانشگاهی هم به نام دانشگاه استاد فرشیان بلوش 2 سالی هستش که تأسیس شده که این رشته ها رو اونجا انجام میدن و تو خود دانشگاه دیگه هم واحدهایی رو پاس میکنن در اون دانشگاه. أبرز دليل على قدم صناعة السجاد الإيراني هو وجود هاي السجادة، سجادة بازاريك. هاي السجادة تم اكتشافها بسنة 1949 في مدينة سيبيريا الروسية واللي عمرها 2500 عام. السجاد بإيران هو مو بس سجاد، هو رمز لكل مدينة. الإيرانيين تاريخياً معروفين أنهم رواد بصناعة السجاد اليدوي الشرقي، بحيث كانت السجادة أو الزولية مثل ما إحنا نقول تهدى للأمراء والملوك لدلالتها على القيمة العالية والثروة والهيبة. للسجاد الإيراني أسراره وطرقه وأقسامه. النوع الأول اللي هو سجاد القبائل واللي تكون رسومه مستوحاة من الرسوم الفطرية. طبعاً هذا النقوش اللي موجودة يستوحيها اللي يشتغل السجادة من الطبيعة مثل ورود، نباتات، ألوان واضحة وحتى حيوانات. اللي يشتغل هاي السجادة يكون يستخدم بيها خيوط الصوف اللي يكون وبرها طويل. والنوع الثاني هو سجاد المدينة. كل مدينة بإيران يرتبط السجاد بيها برسوم معينة ونقشات تتسمى باسم المدينة. اللي موجود هنا هو كل نقشات سجادات سجاد كاشاني، طبعا كلش مشهور عندنا بالعراق. اذا مبين انه هاي السجاد هنا شوي بيها لمعه، هنا الخيوط اللي مستخدميها هي مو خيوط الصوف، خيوط حرير، وهذا هو النقش الهمداني والشيرازي، واخيرا النقش التبريزي اللي هو افضلهن، بحيث تم اختيار محافظه تبريز على انه هي وحده من اهم مدن العالم بصناعه السجاد. حيث تم إزاحة الستار قبل أعوام عن أكبر سجادة تم حياكتها يدوياً بالعالم. بلغت مساحة هذه السجادة 600 متر مربع ووزنها وصل لثلاث أطنان. تم استخدام بها 70 نوع من الأصباغ واستغرق العمل في حياكتها 6 سنوات. أفضل وأغلى أنواع السجاد اليدوي اللي موجود بإيران شنو هو؟ بهترين نوع فرش هاي دست
نشوف هنا بهذا المتحف طريقة العرض أو التقديم للزولية هو مو بس أو السجادة مو بس طريقة تقديمها عادية. شفنا أنهم أطريها بهاي الشكل دلالة على أنه هذا الفن يحمل دلالات معينة أو قصص، هو مو بس سجادة أو بس زولية يستفادون من عدها بالطريقة المعتادة. هنر قلمزنی مخصوص شهر اصفهانه. رشته قلمزنی که داریم ملاحظه میکنه یه ورقه مثل روکش قلع خورده، دوتا دونه سینه با هم دیگه میذاریم، این قیره میذاریم که ترک نخورد وقتی ضربه میزنیم، با قلعانش دور سفیدش میکنیم. هر طرحی که تو ذهنمون باشه با ابزاره که دارین ملاحظه میکنین با این قلم و طرح ها اجرام. پس از اینکه طرح ها زدیم زمینه کارمون میزنیم با یه قلمی میرد پایین، بعد با روغن جلا دوده سیاش میکنیم، یعنی این سیاهی که داخل سینی دارین میبینین روغن جلا دوده قابل شست و شوه، رنگش هم ثابت. پس از اون یه سری کارهای دیگه روش انجام میشه که به مرحله روسازی بهش میگن. کارش که تمام بشه حرارتش میدیم، اینو با اهرم جداش میکنیم، غیرای اضافش رو پاک میکنیم و هموار میشه میرد برای فروش به دیوار. جميلة
قلوبنا رغم صعاب الزمان تنبض بالحنان لتحمينا وتقودنا إلى بر الأمان. هيا هيا لنحلق في القمم ونشحذ الهمم نتعلم الحكم. هيا هيا لنعيش مع الشعوب نتعلم ونجوب ثقافة الأمم. مسافات نقطعها إلى أسرار الحياة.